إذا تعرفوا نتيجة كأس العالم، مباراة نهائية بتكون بين البرتغال والمكسيك، وبيتضاربوا الجمهور وبتفوز المكسيك. طبعا هو متوقع، لكن بالجدول ما يتقابلون. نعم ما راح اتوقع يتقابلون البرتغال والمكسيك. اي راح يصادمون، شوف بالدور الاربعه، شوف الجدول اذا ممكن ساره مع لشمر يعني واحد. اسبانيا وروسيا، الفايز منهم راح يلعب مع كرواتيا والدنمارك، صحيح. الفايز منهم راح يلعب مع الفايز من سويسرا والسويد مع كولومبيا وبلجيكا، صحيح. أوروغواي البرتغال الفائز منهم راح يلعب مع فرنسا وانجلترا، فرنسا إذا فازت المكسيك على البرازيل راح تلعب مع البرتغال قبل النهائي. ف يعني صعب، يعني صعب انه يلعبون، مو صعب مستحيل، يعني الحمل صعب، مو صعب مستحيل، لان الحمل شاب. هذا اقول والله خسارة هالعود، لا يمكن قايلها قبل، لا اقول دق على جاسم، حتى لو قبل جاسم عزيز، حتى لو قبل يعني سيناريو الجدول الانجليز ما يتقابلون على البرازيل، ها لا بس حلو انهم النهائي، نتمنى والله والله نتمنى. ترى على فكره قاعد يعني فريق الانجليزي قاعد يمشي بخطة ثابته وبعيد عن هو، لو البرتغال طالع، يعني لو البرتغال طالع الثاني على حسب ايه قلبه ال إيه كان ممكن يلتقون إيه؟ فعشان كذا اقول لك يمكن قبل، صح. لان لو تشوف المجموعه او الترتيب، لان اسبانيا راح تلعب مع روسيا، نعم. اسبانيا ثاني، صحيح. الاول المجموعه البرتغال راح تلعب مع روسيا الثاني، لو اسبانيا هي مكان البرتغال كان البرتغال صارت في الجنب الثاني راح تلعب مع المكسيك. الفيديو بنفس موقع الشخص اللي اخوي العماني بنفس المكان، يعني الاكونت ماله ما ادري والله ما اذا كان ماله في التاريخ لا بغض النظر، بغض النظر احمد لا تتكلم عليه، ترى قلبك سعلو شادي، اقرب الناس لي يعني العماني والنعم فيهم يعني ساحله لا ما ساحله، ما نتكلم على العماني، نتكلم شخص شخص يعني هو بعنا وهنا طلع خلفان، لا بس والله خلفان ما سوينا شيء بالنهايه، اي ما سوينا شيء، والله يخوفون من الكاس ما يابله، والله مر عليه من فوق بسحبه مر عليه خوفون مدحهم قول لهم ان شاء الله يتقابلون وتنتهي معهم كاس العالم. لا احنا عندنا حصانه، احنا ساده عندنا حصانه. انت سيد حصانه؟ اي عندنا حصانه. انت ما عندنا حصانه. بس يعني بس يعني ما في يعني شنو؟ هني تبي الصراحه الحصان رجل خير، كل واحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لا بس انا اكلمك، رجل وجه خير، القران بس دين، رجل خبره، كاس عالم. نعم منو؟ اي زين لحظه ابدي تقول لي تقول سيد ما سيد زين ايش معهم الدوري العربي عين؟ نعم اذا كله سواد تصير دقيق يا ابو علي، ابو عبد ابو بدر ابو علي مرت عليكم قبل سوالف السعر بينهم مشاكل لا يعني قصدي يسوون كذي. طيب